يشرفني أن أقدم لكم أحد علماء التاريخ المتخصصين في تاريخ العرب الأمريكيين، وهو أستاذ التاريخ والدراسات العربية الأمريكية في جامعة ميشيغان في ديربون، الدكتور هاني بوردي، متحدثاً عن أعضاء الرابطة القلمية وتأسيس المجتمع وتميز شعرهم وإيجابياتهم. مسيكم بالخير، رمضان مبارك. الرابطة القلمية هي مجتمع أدبي يتألف من مهاجرين عرب كما تعلمون من أجزاء من اللبنان، وأعني بذلك منطقة بيروت وسوريا المعاصرة، من شتى المدن كحمص وحماة ومنطقة دمشق وغيرها. تأسست هذه المنظمة الفريدة في نيويورك عام 1916، وأعيد إطلاقها في عام 1920. كتب بعض المؤسسين كما سمعتم أيضا باللغة الإنجليزية مثل جبران، ومن مؤلفات أمين الريحاني مثلا كتاب خالد، وأيضا ترجمة رباعيات أبو العلاء المعري، طبعا كتاب النبي هو يحظى بأهمية كبيرة هو أحد الكتب الأكثر مبيعاً في جميع أنحاء العالم، وسنسمع المزيد عن كتاب النبي من زميلي الدكتور وسام المليجي. وفيما يلي وصف موجز للمجتمع وبعض اهتماماتهم الأدبية والاجتماعية والسياسية. أسس أعضاء الرابطة الأوائل مجلة الفنون لنشر أعمالهم في نيويورك، على الرغم من أن تاريخ تأسيس الرابطة يكتنفه بعض الغموض، إلا أن جبران وآخرون أشاروا إلى أنفسهم أنهم أعضاء في الرابطة على صفحات الفنون في عام 1916. والسبب في ذلك أن تاريخ إنشاء الرابطة يعود إلى كتاب شهير كتبه ميخائيل نعيمة، وتجاهل الكثير من التفاصيل. أعلن المؤسسون في الفنون والمهاجر، وهي مجلة كان يصدرها عبد المسيح حداد، أن العضوية ممكنة فقط عن طريق الدعوة، وأنهم يهدفون إلى بث الحياة في اللغة العربية وإدخال أنماط وابتكارات جديدة. كان معظم الأعضاء بارعين في اللغة العربية الفصحى، وأعني بذلك اللغة الكلاسيكية، وكانوا متمرسين في علم النحو والبلاغة، وهو كما تعلمون أسلوب صعب للغاية، بالإضافة إلى جعبتهم الأدبية العميقة. ولكن لماذا يحظى أعضاء الرابطة القلمية بكل هذه الأهمية؟ بحلول نهاية القرن التاسع عشر أصبحت اللغة العربية الفصحى بعيدة عن متناول السكان الحضريين، أي سكان المدن المتزايدين، في ظل التهميش تحت الحكم العثماني منذ القرن السادس عشر. عالجت الرابطة القلمية الفجوة الآخذة في الاتساع بين التقاليد الأدبية من الماضي العربي العريق، والتي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام، وتجاوز الحداثة وتناول الحداثة، ولبوا الحاجة إلى الصحافة الحديثة بلغة عربية فصحى تكون مفهومة لعامة الناس. لذلك حث معظم أعضاء الرابطة على إجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية في أرض أجدادهم في سوريا الجغرافية، وهي كما تعلمون منطقة تشمل لبنان وسوريا وفلسطين وأنحاء الوطن العربي. العديد منهم ينتمون، تكشف أدلة أرشفية جديدة في الحقيقة، أن العديد منهم انتموا إلى جمعيات سرية سعت إلى الحكم الذاتي كخطوة أولى نحو الاستقلال الكامل لسوريا من الاستبداد العثماني. واستمر هذا الموقف عندما حل الاستعمار البريطاني والفرنسي محل السيادة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. على سبيل المثال، كان الكثير منهم كنسيب عريضة ومخيل نعيمة أيضا، وآخرون أعضاء في تنظيم سري اسمه حزب سوريا الجديدة، كان مركزه في مدينة فلينت ميشيغان. وأعتقد في اعتقادي أن تقرب
ميخائيل نعيمة الذي لم يكن سياسيا في اتجاهاته انضمامه لهذا الحزب هو لكي يتقرب من رجل ثري اسمه راغب متراج. وبالفعل بعد عام 1916-17 كان هذا في عام 1915 تم إصدار الفنون مرة أخرى وتحت إشراف ميخائيل نعيمة وراغب متراج. وكما ترون يحتل أعضاء الرابطة القلمية مكانة فريدة ودائمة في التاريخ الاجتماعي والأدبي والسياسي العربي. انضموا إلى حركة تسعى للاحتفال بالحياة اليومية في الشعر والروايات والنثر وتجنب الاستخدام المفرد للمصطلحات الفخمة والملاحم التاريخية والإشارات السطحية إلى الماضي البعيد، وركزوا على الأساليب الأدبية الناشئة والتقدم العلمي. على سبيل المثال درس بعضهم كتابات رفيع الطهطاوي مؤلف أم القرى. وساهم أعضاء الرابطة في النهضة الثقافية والاجتماعية والسياسية العربية، وهي عملية يشار إليها باللغة العربية كما تعلمون بالنهضة، أي الصحوة الاجتماعية والسياسية والثقافية. فعلى سبيل المثال في حين قام أمين الريحاني بترجمة رباعيات أبي العلاء المعري، كان أول من خط الشعر الحديث. وكتب أعضاء الرابطة عن أصغر الأشياء وأسمى الأفكار بوضوح، ووصفوا حبهم للطبيعة ورغبتهم في الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاشتياق إلى سوريا. كتبوا عن جمال موطنهم بالتبني الولايات المتحدة، وتوقعوا مستقبلا مشرقا للشباب العربي الأمريكي. وكان نصب أعينهم مساحة ثقافية تعددية، في مثلا في رسائل موجهة إلى العم سام إلى الحكومة الأمريكية من قبل الأمين الريحاني، Letters to Uncle Sam باللغة الإنجليزية، وهو تنبأ بما يدعى بالإنجليزية Cultural Pluralism، وفعل ذلك بقرن من الزمان قبل هوريس كالن الذي حصد كل وتمنى أمين الريحاني جنبا إلى جنب مع زملائه زرع مبادئ الديمقراطية في سوريا، وكتبوا عن أشياء دقيقة مثل فراشة ولحظة تأمل وسؤال يطرحه طفل عن الوجود، وتعمقوا في معنى الحياة بعيدا عن قيود التدين التقليدي. وإن ارتباطهم بالأوطان السورية جعلهم من أقرب الجوانب العلمية للحكم الديمقراطي وأخلاقيات العمل اليومي من حيث الهدف والتقدم. كتبوا عن القيم الإنسانية مثل الصداقة والخيانة والإخلاص، وقدروا الميول الفردية والبشرية في مواجهة التأثيرات الغربية، وتخلوا عن الزخارف التي تعدت على اللغة العربية خلال فترات الاهتمام وعدم التقدم، وحاربوا الطائفية بين المواطنين من بلادهم في مدينة نيويورك في القصص، وأيضا في القصص القصيرة والشعر والنثر دافعوا عن المساواة للمرأة. لقد قدموا تعليقات اجتماعية أو مجرد تأملات في الرواية بأسلوب واضح وبسيط ولكن ببلاغة، وهكذا حركوا ببساطة الحياة بكلمات سلسة وعميقة، وضيقت الرابطة المسافة بين الباطني والظاهري. وفي هذه العملية جعلت من الأسهل والأكثر أهمية الكتابة عن محيط المرء والتعبير عن أفكاره وآماله. وفي الختام أود أن أقرأ شعر، لن ألقي هذا الشعر ولكن أود أن أقرأه، وليتني لم أشعر بالحاجة لقراءة هذا الشعر، ولكن يدفعني كل ما نشاهده من مناظر مؤلمة في فلسطين، كما عشنا آلام لبنان وسوريا واليمن والعراق كفنوه وادفنوه، كفنوه وادفنوه واسكنوه، هوة اللحد العميق واذهبوا لا تندبوه، فهو شعب ميت ليس يفيق. ذللوه
قتلوه حملوه فوق ما كان يطيق، حمل الذل بصبر من دهور فهو في الذل عريق، هتك عرض نهب أرض شنق بعض لم تحرك غضبه، فلماذا نذرف الدمع جزافا ليث تحيا الحطبة؟ لا وربي ما لشعب دون قلب غير موت من هبة، فدعوا التاريخ يطوي سفر ضعف ويصفي كتبه، ولنتاجر في المهاجر ولنفاخر بمزايان الحسان، ما علينا أن قضى شعب جميعا أفلسنا في أمان؟ رب ثار رب عار رب نار حركت قلب الجبان. ومن الذاكرة أني الشعر: كل ذي فينا ولكن لم تحرك ساكنا إلا اللسان. شكرا.